مرحبا يا عمو، كيفك؟ اهلين عمو. اهلك هون؟ لا والله مو هون، راحوا يجيبوا قرايب ماما من الكراج. تفضل انطرون، هلا ما بقى لا يوصلوا. والله بدنا ننطرهم لانه بدنا ناخذ بالخاطر الباقيه بحياتك. حياتك الباقيه ليش؟ خير عمو، جايين تاخذوا بالخاطر مين مات؟ هلا نحن صحيح ما شفنا كثير للشاب، بس قعدنا معه شوي وكان مبين عليه ابن حلال وقلبه طيب وبنعتبره صديق. الله يرحمه صهركم طلال. طلال مات؟ يزن نورما وينكم؟ شو بك يشوفي؟ طلال مات. مين طلال؟ طلال؟ نورما حبيبتي فيي. تسمعيني نورما؟ يزن خير يا يزن، شوفي شو القصة؟ ابو الروض كانهم ما بيعرفوا. لا عايشة والله، بجوز مخبي عليهم مثل مو مخبي علينا. الله لا يوفقك، وجينا نحن صفقنا هون الخبر بنسخ القطن سفل. يعني الخبر مزبوط سيدي؟ مزبوط طبعا مزبوط، بس ابوك بيكون مخبي عليك مشان ما تنصدم. انا نفسي خبى علي، ما دريت الا من وراء الشهيد اللي وصلت على المخبر لعند مساعد شفيق. ايه 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 طلال عايشة لا كيف استشهد ابو الروض؟ كيف استشهد؟ قذيفة الهاون اللي ما انفجرت. ما انفجرت؟ نزلت على راسه. طلال الله يرحمك يا طلال. والله ريان ابني ضميري طول عمري. نورما والله غيري انفط الاستاذ جهاد بين عيونك، بدي سجلها طايشه ضد مجهول. هو ما مات شوي. تمام شايفيني انت؟ ما تمام. ليش فاتحين الباب؟ شوفي ليش عم يمكن اولاد؟ ما تخافي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي ماما، شوفي. مرحبا. شوفي خير استاذ جهاد، نحن بصراحه ما كنا عارفين انك مخبي خبر الوفاه عن الاولاد، بس هالبهيم ابو الروض. ما بعرف سيدي، ما بعرف والله، ما كنت بعرف يا استاذ. كانوا خبر مين ما؟ استاذ جهاد ما في داعي لهالقصص، خلص الاولاد صاروا بيعرفوا مشان قصه صهركم الشهيد طلال الله يرحمه. لو كانوا شهيد هلا كنت عم بحكي معه على التليفون. شو الحكي ها؟ كيف كنت عم بحكي معه يا استاذ جهاد؟ مكتوب عندي بالسجل مستشهد من شهر. سجلات اللي اجت لعندكم على المخفر مشان راتبه وتعويضاته؟ بالضبط، مفروض يجي حدا من العناصر يبلغك، بس قال لي انه صهرك قلت منقوم بالواجب ومنعزيك. يعني بنت خالي؟ بنت خالي شوفي هلا غيركم؟ يمي شو الاستقبال مشرشح؟ انا بدي امشي. جنبي الزلمة. انا بدي اعرفكم على المدام، السيدة سناء، مدام تولى الشهيد طلال وابنه نسيم. متجوز؟ يخرب بيت قلبك، انت حكيتي معه لطلال شيء؟ اه يقطع عمرك اتصلي فيه. إيه؟ مثل القرد هيك وما فيه شيء. بس حضرتهم هن مخربطين، مفكرينه الشهيد طلال المسعود جوزن المدام. ايه هاد جوزي؟ ايه مزبوط. وانا ابنه اسمه الشهيد طلال المسعود. إيه؟ الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، وجايبني بالليل لاقوم بالواجب. طلع قدامي. لحظة بدنا نقوم بواجبكم، اعملي قهوة بنشربها بعزة ابو الروض ان شاء الله. مساعد شفيق، انا بشكرك، بتشكر لهفتك وجيتك مشان تعزينا. شكر الله سعيكم. على راسي يا استاذ جهاد. بعدين الله خلينا اياك، انا حاطط على الوثائق الرسميه تبع الشهيد المرحوم طلال عنوانه انه هون بالشام مشان عيلته ما تنزل لهون، فاي تبليغ من اي مؤسسه يا ريت لعنا لهون. على عيني وراسي، بس وصلك التبليغ تبع التعويض من عندي من المخفر؟ ايه وصلني سيدنا، كتر خيركم. كنت بدي لسه بدك تقول. طلع بدل ما اخطك كف الرسنانك. طلع بدك